السلام عليكم. اليوم شربتنا ديال فسيل ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الوصفه زوينه، وانا خصوصيا بغيت نقدمها من على ود صديقتي العزيزه احلام مراكشيه. هذه الوصفه ديالها اللي كانت هضرات لي بزاف، كتحماق على الدجاج ديالي، وبغيت هذا النهار باش نذكروها ونتفكروها وترحموا عليها. الله يجازيكم بخير، فقدناها، فقدنا متتبعه وفيه كانت القناه، وكذلك راكم كتعرفوها حتى نتوما كانت عندكم فكره عليها، اللي توفت ما كملش هذه واحد في رمضان، كانت تدفنات مسكينه في ليله القدر. الله يرحمها ويتولاها برحمته الواسعه. الاخت احلام اليوم غادي ندير ليها واحد الوصفه ديالها، ما اظن انها تكون مراكشيه، ولا ان شاء الله غادي نوعدكم انني غادي نقدم لكم حتى الطنجيه اللي وعدتني بالخاله ديالها. خالتها غادي تعطيها لي، وعندي التواصل مع الخاله ديالها اللي غادي تعطيني الطنجيه اللي غادي نصوبها ان شاء الله لكم على الطريقه ديالهم المراكشيه. وان شاء الله نطلبوا لها نترحموا عليها جميعا في نفسنا او لا كتابه، ماشي مشكل. انا ما دايرش هذا الفيديو باش غادي نقول في نفسي انني بغيت للتعاليق ولا هذه، المهم اللي سمعني انني كنهضر عليها يرحمها في نفسه، وهذا هو الامنيه ديالي في هذا الفيديو. هذا هنا الدجاج، هما هذو الرجيلات ديال الدجاج اللي انا غسلهم مزيان ومزوله لهم هذه القرويشه هذه، اللي دائما كنذكر لكم التنقيه ديال الدجاج، وفي وصفات بزاف اللي قدمت لكم كيفاش تنقيو الدجاج. المهم بالنسبه للمبتدئات، واللي كيعرف راه هذا تيعرف، صافي كنقيه كنزول له الشحمه من الجلده ديالو هكا باش يبقى رقيق، يعني كتكون هنا واحد الشحمه حتى هي تنزولها. المهم هذا بالنسبه للكميه، عدد الافراد العائله ديالكم شحال تقريبا؟ هذه يعني يمكن شي 2 كيلو هكا، نتوما على حسب افراد العائله، 2 3 4 6 10 12 20، المهم على حسب افراد العائله. هنايا بالنسبه للعطريه اللي كانت هي خدمات في هذا الدجاج، خدمات الفلفل الحمراء وازير والزعتر، وكذلك دارت ورق سيدنا موسى، ودارت بالنسبه للعطريه سكينجبير والملح والفلفل الحمراء، وديروا شي شويه ديال الابزار. صافي كانت خدمتها كنتوما على حسب الكميه. كذلك غادي نديروا الثومه، الا بغيتوا الثومه ضروري الثومه راه مهمه، والخل، الخل اللي غادي دائما كنديرو في الاطباق ديالي باش كيحاول انه دغيا يطيب لنا هذا الدجاج. هذا دابا غادي ندوز باش ندير نقدمكم المقادير ديال العطريه. بالنسبه هنايا عندي الزعتر، تقريبا هنا نص معلقه صغيره ديال الزعتر، غادي نحكها مزيان ما بين يدي، وغادي نخليها غبره بحال هكا، الا كان شي عويد زولوه. صافي هنايا غادي ندير شويه ديال الازير، هانتوما معلقه صغيره، غادي ندير الفلفل الحمراء، الفلفل الحمراء دائما غادي نديرو معلقه كبيره على حسب الكميه اللي عندي، غادي نديرو شي شويه ديال الابزار، يعني تقريبا شبه المقادير اللي كندير انا، غير انا ما كنديرش هاد الازير وما كنديرش الزعتر، كندير هاد القوام هذا اللي كتشوفوه قدامي كامل، كنزيد معاه عطريه ديال الدجاج اولا كنزيد معاه واحد الشكيتشوب، المهم على حسب اللي بغيتو. انا غادي نخليها هكا طبيعي اليوم الدجاج بالاعشاب. درت لي بزار، غادي ندير دابا سكينجبير، سكينجبير ضروري زيدوا منه لانه هو كي جديد في كيلدد الماكله، يعني في اللحوم كامله سواء الحمراء سواء البيضاء كيلددها. غادي نديروا الملح، ما تخلعوش من الملح، الملح ضروري حسب القياس اللي غادي يخلط لي، وغادي نضيف الزيت البلديه والخل. بالنسبه للخل انا غادي نقول لكم انني غادي ندير هنايا تقريبا واحد ربع كاس، الا كانت عندكم كميه كبيره ديروا نص كاس، والا كان عندكم شي كميه قليله دير واحد المعلقه كبيره. غادي ندير هنايا كي قلت لكم ربع كاس الزيت شويه صافي. وبالنسبه للزيت، الزيت غادي هي اللي غادي يطيب فيها الزيت في مره، صافي تقريبا حتى هي واحد فوق ربع كاس او لا اربعه ديال المعالق كبار. صافي هنا غادي نقبط، غادي نخلط هاد العناصر هادي، غادي نجيب الثومه، الثومه غادي نحكها،
اولا الثومه بودره اللي عندكم متوفر، حنا غادي نحك الثومه جوج دروسه كبار، الطريقه بالنسبه للطريقه ديالها بحال الطريقه ديالي كي قلت لكم، حتى هي كان نفس الطريقه اللي كدير في الفران، كنديرها حتى انا في الفران، كنغطي كيطيب هكذاك بوحدو بالكافيط وكيدخل الفران. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتو يوجد لكم كنتو زربانين في ساعه يقدركم تدخلوه الفران، بغيتو تكونتو عندكم الوقت يمكن لكم تشرملوه وتخليوه في الثلاجه، ولا كان عندكم الضيوف تقدروا ديروه في تصوبوه بالليل وتصبحوه لغد ليه غادي تخدموه. صافي انا كي قلت لكم هاد الماء نهز هكذا الدجاج، وهاد الدجاج حاولوا انكم دائما بالكيغدون انكم تسكوه باش كتدخلوا الشرموله. تنقول لها انها راه ما عمرها ما غادي تزول لي من دماغي، وما عمرها ما غادي ننساها، كانت صديقتي ظريفه بزاف وتفكرها ربي وماشي خساره في سيدي ربي، هادشي اللي غادي نقول لك. الله يصبر والديها عليها ويصبرنا حتى حنا كاملين، حيت كنسمعوا بحال هاد الخبر هكا، واحد راه كيخلي بلاصتو على واحد اخر كيف ما كان. صافي دابا هنايا هنا من بعد ما دابا غادي نحاول انني في مره نديرو في البلاطو اللي غادي نخليه يرتاح فيه ويدخلو العطريه، سواء برا الا كان البروده برا ولا كان الجو سخون حطوه في الثلاجه، ديك الساعات غادي ندخلو يطيب في الفران. تقريبا هذا كيطيب على الاوقات اللي كيقولوا لي دائما البنات، ساعه ونص كيكون طايب، تعريو عليه كيتشمع واحد الخمسة دقائق 10 دقائق صافي كيتحمر، وكتلقاو فيه ديك الماء ديالو ما كنديروا له لا ما لا حتى شي حاجه، كيطيب ديريكت مباشره. راه هذه اعداد المرات كندير لكم هذه الوصفات ديال الدجاج، كنتمنى انكم توفقوا. غادي نغسل يدي ونرجع لكم. صافي هذا الفرن الكبسان ديال ولا البلاطو ديال الفران، غادي نقبط كنثقبوهم بالكيغدون، ثقبوهم كاملين هكذا. المهم انا راني ثقبت هادو كاملين، المهم نتوما هكا اما بالواحد اما تخليوه كلهم هكا ثقبو كاملين كاملين، انا راهم ثقبتهم كاملين. صافي نحاولوا اننا نقادو هاد الجلده نديروهم هكذا، الجلده الفوقانيه خاصها تكون وخاصها تكون هذه اللي هكذا، خاصها تكون هكذا باش كيطيبو لنا الجلده ديالهم ما هابطاش عليهم، يعني ما هرباش هكا خصها تكون. بالنسبه للاخت المرحومه كانت كدارت ورقه سيدنا موسى حتى هي، ولكن اللي بغى يزيدها يزيدها واللي ما بغاش انا ما عنديش ما درتهاش، يمكن لكم تنسمو حتى بوقت سيدنا موسى. هاد لاصوص هادي حاولوا اننا نقرطوها ونهبطوها عليها، واحد الطريق ديال الثومان بلاش. صافي صافي ما كنديروا لا ما لا حتى شي حاجه. هنا دابا غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير ديال ولا الفولي، نحاول اننا نهزو هاد الجيبات هكذا،
راه ما غاديش يتقاس الدجاج بالفولي، غادي يجي مبعد صافي. غادي نحاول انني نقرصو المكان باش يتجبد، باش ما يخرجلوش الهواء، باش يطيب في ديك الماء ديالو صافي. وكندخلوه الفران يطيب على مده كي قلت لكم ساعه ونص ما بين طياب والتحمار وكل شيء تيكون عندنا واجد. وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما غادي يطيب ليا نعريه قدامكم باش تشوفوه كيفاش كيكون، وعاد من بعد ندخلو باش نشمعو وتشوفوا النتيجه كيف غادي تكون. انا غادي نرافق هذا مع الرز والدجاج، والرز والدجاج غادي نرافقهم مع الرز، والوصفات ديال الرز غادي نحط لكم اسفل الفيديو الوصفات ديالهم كاملين لكل رز وكيفاش نطيبه، وانتم لكم الاختيار صافي. هنايا من بعد ما جا الوقت اللي انا درته في الفران وطاب، ما تسمعوش صوت البوطه، راه عندي كنسوب العشاء كندير الرز اللي قلت لكم غادي نوري لكم. هذا الرز بالخضره وهذا الرز راه كيتسلق، غادي نوري لكم هذا العاد غادي نحلو اول مره. ها انتما شفتوا كيفاش كيجي؟ طبعا هذاك الماء ديالو غادي نخليوه فيه، وغادي ندير فيه يتحمر صافي. ها انتما على هذا الشكل كتشوفوا، نزيد لكم باش تشوفوا. دابا غادي نحل عليه وغادي نديرو في الفران. بامكانكم انكم تهزو هاد الزويته اللي كتكون ما بين هاد وتسقيو بها هاد الخيضات، ديك الساعات غادي ديروه يتحمر. بغيتو تنقصو اليد نقصوه، بغيتو يجيكم طري خليو له الماء ديالو يجيكم فتي، بغيتو تجيوه يجيكم مشمع نقصوا الماء. دابا غادي ندخلو الفران ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي صافي. هنايا من بعد ما خرجتو كيفاش ما حمرتوش بزاف على حسب الدراري، نتوما الا بغيتو كثر في التحمار ديروه. دابا غادي نقدمو مع الرز صافي. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما كنقدمو، كنقدمو بحال هذا الشكل هكا في طبيصلات لوليداتنا، ها هما هادو كل واحد في طبيصلو. كنتمنى ان الفيديو هذا يعجبكم، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.